أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وانتهينا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يطالب الفئة المؤمنة التي انتهت قضية عقيدتها إلى الإيمان بإله واحد منه كانوا وإليه يعودون. قضية حكمت كل حركات حياتهم، لذلك وجب عليهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية وأن يدافعوا عن هذه العقيدة التي تثبت للناس جميعا إلى أنه لا معبود أي لا مطاع في أمر إلا الحق سبحانه وتعالى. هذه القضية إذا حكمت الخلق توحدت اتجاهاتهم ولم تتضارب حركاتهم وأصبحوا جميعا متعاونين متساندين متعاضدين، لذلك وكل الله إلى الطائفة المؤمنة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس لأن رسولها صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل للناس، فطلب منها أن تجاهد الكافرين وأن تجاهد المنافقين لتصفو رقعة الإيمان مما يقدر صفو حركة الحياة. ولكن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا يعامل خلقه كبشر خلقهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم وهواهم، ولم يخاطبهم على أنهم ملائكة وإنما خاطبهم على أنهم بشر وهم أغيار، ومن الأغيار أن يصفو لهم أمر العقيدة مرة وأن تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيدة مرة أخرى. لذلك يعاملهم هذه المعاملة ويؤكد لهم أن طريق العقيدة ليس مفروشا بالرياحين والورود وإنما هو مفروش بالأشواك حتى لا يتحمل رسالة الحق في الأرض إلا من صبر على هذه البلايا وهذه المحن. أما أن تكون القضية على طرف السمام بدون آلام وبدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمون على حمل العقيدة. لذلك لم ينصر الله الإسلام أولا وإنما جعل الإسلام في أول أمره ضعيفا مضطهدا لا يستطيع أهله أن يحموا نفوسهم حتى لا يصبر على هذا الإذاء إلا من ذاق من حلاوة الإيمان ما يجعله لا يشعر بمرارة المواقع. فقال الحق سبحانه وتعالى ولا تهنوا، لا تضعفوا في طلب القوم. كلمة لا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم دل على أن الأمة الإسلامية ليس مطلوبا منها فقط أن تدفع عن نفسها عدوانا ولكن أن تطلب هؤلاء الذين يقفون في وجه الدعوة لتؤدبهم حتى يتركوا الناس أحرارا في أن يختاروا العقيدة. إذن فالطلب منهم ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون أي يصيبكم ألم المواقع والإعداد لها فأنتم أيضا تحاربون قوما يصيبهم ألم المواقع والإعداد لها، إذن فأنتم وهم متساوون في إدراك الألم والمشقة والتعب. ولكن يجب أن لا تغفلوا عن تقييم قوة لا تهملوها
لأنها هي القوة المرجحة. أنتم تألمون وهم يألمون، ولكنكم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. والأشياء يجب أن تقوم بغاياتها والثواب عليها، لا تقل أن هذا يساوي هذا، لا، قل لا تهمل قضية الثواب على العمل، ضعه. ولذلك حين يقول أناس مثلا في مسألة البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية بتعطي زي البنوك الربوية أو أقل من البنوك الربوية، نقول له إيه، ما تقولش دي بتعطي كذا، بتعطي 20 والبنوك الإسلامية بتعطي 10، إنما تقول بتعطي ديك 20 ودي بتعطي 10 زائد أنها حلال. إذن لا تهمل التقييم المرجح، لا تهمل التقييم. فأنتم في الحروب تألمون وتتعبون، وأنا لا أقول أنكم لا تتعبون، لا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن لا نهمل قضية القوة التي هي الجزاء على العمل. هم يألمون كما تألمون، ولكنكم تزيدون أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إذن دي يجب أن تكون مرجح، بحيث إذا قلنا أن المسلمين أو المؤمنين يألمون أكثر من ألم الكافرين، نقول له برضو حط فيا ولكنهم يرجون من الله ما لا يرجون. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في شرع هذه المعادلة حتى تكون الأذهان على بينة منها، إعدادا للحرب وخوضا للحرب واحتمالا لآلام الحرب، يقول إيه، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ماذا تنتظرون يا خصوم الإسلام من في أمرنا، بتتربصوا بنا إيه، فاهمين ماذا يحدث لنا، تتربصون بنا إحدى الحسنين، إما أن ننتصر ونكأركم، وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى. أدي الأمر، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يبقى كفة من واجحة في المعادلة، إنها كفة المؤمنين. فقال لا تهنوا لا تضعفوا في طلب القول، لأنهم يألمون أيضا كما تألمون، ولكنكم لكم مرجح أعلى، وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. الحق سبحانه وتعالى يزيل القضية اللي هي النهي عن الضعف في طلب الخصوم، خصوم الإيمان، وذكر المعادلة تألم كما يألم وتزيد أنك ترجو ما لا يرجو. يقول وكان الله عليما حكيما، عليم بإيه؟ أم قال لك عليم بكل ما يصيبك من ألم، فلا تعتقد إن حاجة من دي حظية، لأنها حاجة إيه؟ حتى الشوكة تشكى محسوبة. وهو سبحانه وتعالى حين يتركك تألم أمام الكافر كما يألم، له حكمة في هذا، وهو أن تصير إلى المسألة وأنت واثق أنك على قدرة إيمانية من تحمل تبعاتها. تلك هي الحكمة. ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن القتال وقتال الكافرين وقتال المنافقين، لم يعفي الجماعة الإيمانية من توجيه يصفي أيضا حركة الحياة. لماذا؟ قال لك لأن الله حينما جاء بالإسلام على لسان رسوله علم أن قوما يؤمنون به وينضون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يعلمهم أن انضواءكم تحت لواء الإسلام له تبعات، هذه التبعات أنكم أول من يطبق عليه حكم الله، وإياكم أن تظن أنكم بإيمانكم وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول الله قد أخذتم
شيئا يميزكم عن بقية خلق الله. فكما قلنا لكم دافع الكفار ودافع المنافقين، نقول لكم ايضا دافع انفسكم. لماذا؟ قال لك لان واحد ينضم الى الاسلام وبعد ذلك يظن ان الاسلام سيعطيه فرصة ليكون له تميز على غيره، يقول له لا. فيخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له إنا، واحنا قديما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن نفسه يتكلم في كل ما يتعلق بالفعل بصفة التعظيم والجمع. إنا أنزل، إنا أنزل، إنا نون الجماعة هي. ودك قال لك المعظم نفسه وإلى أخره. ولذلك حتى البشر في عرفنا دلوقتي لما يجي رئيس دولة ولا ملك ولا بتاع يصدر قرار يقول ايه؟ بقول انا فلان الفلاني اصدرت القرار؟ لا، بقول ايه؟ نحن. بقول نحن؟ بيقول نحن ليه؟ ام قال لك لان المسألة مش هو اللي بيصدر بس كده، ده كأن الـ كل اللي مؤمنين بيه وكل الجماعة اللي منضوين وياه في الايه؟ وياه في القضية. الحق سبحانه، ولكن الحق حين يتكلم عما يتعلق بالذات يتعلق بها بواسطة ضمير الإفراد. فبعد إنا أنزلنا ولقد كتبنا في الزبور مثلا، يقول إيه؟ إنني أنا الله، ضمير الجمع ده ما يجيش هنا أبدا. إنني إيه؟ إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني. ما قالش اعبدنا، ما جابش ليه التعظيم هنا أبدا. إذا فالذات هنا إيه؟ مجردة. فبيقول له إنا أنزلنا، برضو ضمير الجمع، أنزلنا إليك، أنزلنا إليك، ومرة أقول أنزلنا عليك، ونزلنا إليك، ونزلنا عليك، ونزلنا إليكم، ونزلنا عليك. الغاية من الإنزال ماذا؟ الغاية من الإنزال منهج حركة الحياة. إذن فالغاية أنتم، أنزلنا إليك وإلى الإيه؟ وإلى من آمن. ولما قلنا نزلنا عليك يبقى فيه التكليف، فيه الإيه؟ التكليف، يبقى عليك. ساعة ما تسمع كلمة أنزلنا دي يغلب أنها تأتي في القرآن وفي الكتب، إنما كل شيء يجيئك من الحق منزل إليك منه، كل شيء يجيء من الحق منزل. كلمة أنزلنا يدل على أن جهة أنزلت وجهة أنزل إليها وشيء أنزلته الجهة إلى المنزل إليه. طب الكتاب هو الايه؟ المنزل. والذي أنزل هو من؟ الله. والمنزل إليه رسول الله وأمته. كلام عنه. هو بس ربنا سبحانه وتعالى أنزل بس الكتاب، ولا أنزل قبل ذلك كل ما يتعلق بمقومات الحياة؟ كل ما يتعلق بمقومات الحياة. وكلمة أنزل دي تشعر بأن الجهة المنزلة أعلى. أنزل يعني جاء من إيه؟ من أعلى، مش من متساوي ولا من أدنى. لما تيجي تقرأ القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أنزلنا عليكم لباسا، هو اللباس قال لك ما هو جاي من عند الله، يبقى كل ما جاء من العالي الى الادنى يبقى اسمه ايه؟ انزال. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا، مش لبس يواري العوره، لا، وزينه كمان، وابها، وفختك كمان، ولباس التقوى ذلك خير. يعني انا جبت اشياء كتير، جبت المقوم لحياتك سترا ورفاهيه. أنزلنا عليكم لباسا يواري، وأنزلنا ريشا، الرياش دي الأشياء الإيه؟ الترفية الزائدة،
وبعد ذلك انزلت لباس التقوى وهو خير، لان اللباس الاول يداري عورة مادية، لباس التقوى يداري العورات الايه القيمية والمعنوية. تبقى برضو انزال ولا مش انزال؟ طبعا الاول. وبرضو في آية اخرى قال ايه؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب بالحق ايه؟ ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا الحديد، وانزلنا الايه؟ يبقى كلمة الانزال تدل على اعلاء ان كل ما جاء من قبل الحق الاعلى الينا فهو نازل الينا، شيء يعالج مادتنا وقوامنا، وشيء يعالج معنوياتنا وقيمنا. كل ده انزال. انزلنا اليك الكتاب، حين يطلق الكتاب ينصرف الى الكتاب الجامع المانع المهيمن على سائر الكتب وهو القرآن. وان كان الكتاب كله يطلق على المكتوب الذي نزل على اي رسول من الله سبحانه وتعالى، لكن اذا اطلق انصرف الى القرآن وهو الكتاب النهائي الذي له هيمنة على سائر كتب الايه؟ كتب السماء. شوف كلمة بقى بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يأتي واقع آخر ينقضه. مفيش واقع ينقضه أبدا، شيء ثابت. إزاي بقى؟ يعني أنت حين مثلا تقول قضية صدق تحكي بها واقعا حدث، لو حكيتها 20 مرة في 20 سنة لا تتغير. ليه؟ لأنها مطابقة لمين؟ لواقع. وأنت حين تقولها تستحضر الواقع الذي حدث أمامك، ما تتغيرش. لكن إذا حدث إنسان بقضية كذب لا واقع له، ماذا يكون موقفه؟ إن قعد أسبوع ينسى هو قال إيه، يقوم ما ملهاش واقع، يقوم يعمل ايه؟ يقول اي كلام، يقول الله طب ده قال المرة اللي فاتت كذا، نقوم نعرف انه ايه. اذا الحق هو ايه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا ينقضه ايه؟ لا ينقضه واقع ابدا، ما يمكنش. طيب، انزل الله سبحانه وتعالى الكتاب بالحق، اي بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها. ليه؟ لانها امر ايه؟ امر ثابت لا ينقضه واقع. انزل اليك الكتاب بالحق. اهل بقى الاشراف واهل التنوير ساعة ما يجوا الكلمة بالحق دي يقوم ربنا يكذف عندهم معاني، يقول صحيح الكلام ده يجي، ويجي برضه زي ما تقول له ايه، انا اعطيتك الاولية على الممتحنين بالحق. يعني ايه اعطتك الاولية على الممتحنين بالايه؟ يعني انني ايه، في اعطائي لك اعطيتك حقك لانك تستحق هذا، لانك ايه. طب تعالى، انا انزلنا اليك الكتاب، وانزال الكتاب اليك وعليك لتبلغه صادف حقا لانك اهل ان ينزل علي هذا الكتاب، اهل ان ينزل عليه هذا الكتاب. طيب، وجود معنى ويا معنى ينقضه، تقول له لا دي تبقى موجوده ودي تبقى ايه؟ موجود، ودي تبقى موجوده. وده سر اشعاعات الكلمات القرانيه التي تصدر من الحق الى القلب. يبقى انزلنا عليك الكتاب بالحق، اي بالقضايا الثابته التي لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لانها تحكي واقعا لا يتغير. اللي بيتغير ايه؟ غير الواقع، انما الامر الواقع محكوم بواقعه. ولذلك احنا قلنا زمان يقول لك للكذاب ان كنت كذوبا فكن ذكورا. شوف انت كذبت امبارح قلت ايه، ما يجي يقول له مثلا انت ما جيتش النهارده، يقول والله امي كانت عيانه مثلا، وبعدين يقول له يا اخي ده انت غايب بقالك من اسبوع غبت يوم، يقول له ما اصل ابويا كان تعبان ومش هتذكر. طب انت كان ما هي مش واقع، لو كانت واقع كانت تفضل امه هي اللي ايه، هي اللي عيان، او ابوه هو اللي عيان، انما ما دام مش واقع نخعها نخع. ولا عرفت هو قال ايه؟ هو قال ايه؟
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. ما شاء الله. إذن فحكومة الدين الإسلامي وعلى رأسها الحاكم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم مش جاء ليحكم بين المؤمنين به فقط، وإنما جاء ليحكم بين الناس. ومن شرط الحكم بين الناس المعدلة بينهم. ما تقولش ده مسلم وده ايه وده كافر. ان كان الحق مع الكافر اديه له، مع المسلم اديه له، لانك انت مش بتحكم بين المؤمنين بس، انت بتحكم بين مين؟ بين الناس. وايضا فانك لو حكمت بين الناس حكما يتفق مع منطق الواقع والحق تجعل الذي حكم له يشهد ان دينك حق. لان كده لما تحكم لكافر على مؤمن، الكافر مع الحق، وبعدين تحكم له على المؤمن، يوم الكافر يعمل ايه؟ ده يقرع نفسه على ان لم يكن من اهل هذا الدين الذي ايه يعترف بالحق ويحكم به ولو كان على ايه على مسلم. وايضا المسلم ساعة ما تيجي تحكم عليه لصالح واحد غير مسلم يعرف ان المسألة مش نسبة الى الاسلام شكلية، انما هي نسبة موضوعية. فلا تظن ان الاسلام جاء ليحابيك، انما الاسلام جاء ليأخذ منك منطق الحق لتكون دائما في جانب الايه في جانب الايه في جانب الحق. الحق سبحانه وتعالى يعطي هذه القضية لواقعة حدثت، والوقائع التي حدثت معاصرة لرسول الله كانت بمثابة استدرار السماء للأحكام. يعني القضية تحدث يقوم الحكم ايه؟ لأن الأحكام لو أنها جاءت كده مبوبة وسقطت مرة واحدة يمكن تيجي الحادثة ويبقى عندنا الحكم فيها ونقعد ندور عليها في الكتاب. لكن إذا جاء الحكم ساعة وقوع الحادثة ينصب عليها، ويبقى ده إيه؟ أدعى إلى أن تثبت بواقعها التطبيق ساعة ما تنزل. فبيقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وعلمك. وقلنا إن لما نقول علمك وأراك وأعلم وأرى أن تعليم الله أو إعلام الله أكثر من إيه؟ من زي ما تكون شايفها كده، مع أنه ليس مع العين أي. دي سببها أن بني زفر فيهم واحد اسمه ابن أبيريق، اسمه طعمة ابن أبيريق، سرق درعا. هذا الدرع لقتادة ابن النعمان، وخاف ان يدس عنده في بيته لا يعرف، لانه يظهر كان مشهور بانه لص. فذهب الى يهودي واودع عنده الدرع، وكان الدرع في جراب من الدقيق. فحينما اخرج به طعمه وحمله صار الدقيق يتناثر، فعمل ايه سراب كده الى بيت مين؟ الى بيت اليهودي، وهو زيد ابن السمين. فلما تتبعوا الدرع وجدوه عند مين؟ اليهودي. فقالوا مين اللي سرقه؟ اليهودي. اليهودي قال ابدا انا ما سرقتوش، ده جه واحد اسمه كذا او دعوا عنه. قامت القضية وذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بنو زفر وهم مسلمون وطعيمة ابن ابيريق منهم، وقالوا لرسول الله انك لو حكمت على المسلم ضد اليهودي هتبقى مسألة خزي في المسلمين وعار. فالمسألة بقت ايه؟ وقفت الحكاية دي. فالحق سبحانه وتعالى لما جاء ليعدل منهج الغرائز البشرية. الغريزة البشرية تفكر في الحكاية دي. فانا اذا حكمت على المسلم بانه سارق وبرأت اليهودي يبقى ده اضعاف لمين؟ يضعف للمسلمين، والمسلمين هم اللي يطلعوا حرامية، واليهود هم اللي يبرأوا. فمسألة تاخد في الايه؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى
وهو المعدل للغرائز البشرية ينزل على رسوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين، إياك أن تقول أن هذا مسلم وما يصحش اننا نجيب له بقى المسألة دي ونسجلها عليه وتبقى سبة للمسلمين ورأس اليهود ترتفع على ان الحرام طلع من المسلمين، يطلع من المسلمين وما دي شهادة للإسلام على انه مش جاء ليجامل. واحد دخل الإسلام شكل لا، لازم يدخل الإسلام بحق الإسلام. كلمة ولا تكن للخائنين خصيمة، السطحيين يقول لك ايه يعني لما يكون واحد لص ولا واحد فتوة ما تعملش خصم له عشان ايه يتعبك، نقول له لا، افهم معطى اللام. لا تكن للخائنين، اللام دي تفيد الملكية والنفعية، هذا الشيء لك. يبقى انت ما تكتش موقف لمين؟ للخائن، اي لمصلحة مين؟ الخائن، فتخاصم لمصلحة مين؟ ولذلك العلماء حبوا يقربوا المسافة، قال لك ربما ما حدش يتنبه الى مسألة اللام دي وانها للنفعية، فيبقى المنع عنه ان تقف موقفا ينفع مين؟ ينفع الخائن، ما تبقاش له، بل لازم تكون عليه، يبقى له وايه وعليه. فقال لك ان اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن. اللام بمعنى ايه؟ ولا تكن عن الخائنين خصيما، ما تبقاش محامي عنهم، ما تبقاش ايه محامي عن، تبقى اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن. اللي تكونها بمعنى، طب ما كان يقول عنه وخلاص وتنتهي، ايه يعني؟ قال لك لا، لان الغاية من الدفاع عن الخصم ان ترجح امره وتكون له لا عليه. فيبقى جاب اللام هنا ليه؟ علشان الغاية من عن ايه؟ لا تكن عنه. ليه؟ عشان ما تنفعوش، يبقى المسألة مش له، يبقى لازم تكون ايه عليه. فهو جابها باختصار وقال ايه؟ ولا تكن للخائنين ايه؟ اي لصالح الخائنين ايه؟ خصيمة. فقالوا اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عنه. القرآن فيه حاجات كتير زي دي، الناس تقول لك طب وما دام دي بمعنى دي، من كان ما يجيبش دي ويجيب دي، تقول له لا، ده الملحظية، لان الدفاع عن القائل زي ما قلنا هيبقى لايه؟ لصالحه، مش كده؟ كذلك ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم. من القائل؟ قال الذين كفروا. المقول له ايه؟ قال الذين كفروا للحق. يبقى القائل مين؟ الذين كفروا. والمقول له مين؟ الحق. قال الذين كفروا للحق. كان اصول المنطق ايه؟ انك سحر مبين، مش كده؟ انما هم قالوا ايه؟ هذا سحر مبين، هذا دي مش كتاب مش للحق بقى. يبقى كأنه اذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا عن الحق لما جاءهم قالوا ايه؟ هذا سحر مبين. مش قالوا للحق، قالوا عن الحق، فيما بينهم كده قالوا لا، ده سحر مبين. طب ايه الله، اما جاب اللام ليه؟ لان الغاية من سحر مبين دي انه يبقى ايه؟ اكنهم قالوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم انت ايه؟ سحر مبين. انما هل هم قالوا للحق كده ولا قالوا لبعضهم؟ ويبقى الحق ده محدث عنه ولا مخاطب؟ محدث عنه. قالوا ايه؟ قالوا عنه. وفي آية بقى برضه، وقال الذين كفروا للحق لما ايه؟ وقال الذين كفروا للحق، وقال الذين امنوا الذين كفروا، لا، وقال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. اهي دي واضحة اهي. قال الذين كفروا به للذين امنوا، الامان القائل الذين كفروا، ومن المقول له الذين امنوا. يبقى يقولون لهم لو كان خيرا ما سبقتمونا اليه، مش كده؟ لكن هم قالوا ايه؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه، يدل على انهم قالوه في غير محضر المؤمنين. يبقى بيقولوا عنهم ولا لا؟ بيقولوا فيما بينهم، لكن هم بيقولوا للمؤمنين
وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. يبقى للذين امنوا يعني قال ايه عن الذين امنوا لما قعدوا يتحدثوا عنهم قالوا ايه لو كان خيرا ما سبقونا اليه. والا لو ان القول من الكافرين للمؤمنين لكان السياق يقتضي ان يقول ايه لو كان خيرا ما سبقتمونا اليه. يبقى هم بيتحدثوا عن ايه عن. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله من مجرد وجود خاطر إنك أنت تنصر ده ولا تنصر ده، مش انت كنت هتعمل، لا ده من مجرد الخاطر نقوم نقول له طيب يعني كده ان بيعدل خواطر المصطفى. نعم، انما مين اللي بيعدل له؟ يعدل له ربه. يبقى في غضب على ان يعدل لي ربي. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. او ان كل خطاب من هذا خطاب موجه لمن جعل المسألة موضع مساومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم جماعة من ظفر وراحوا قالوا له كذا وقالوا له كذا وقالوا له لا ما نحكمش عشان واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والاستغفار يكون من اللي حدثه رسول الله عن مين؟ عن الموضوع ده. أو أن نستغفر الله أي لهم، لأنهم ما قالوش كده إلا برضو رغبة في إن المسلمين ما ينتبهش إيه ما ينتبهش أمره. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. بده يشبع القضية بحث، كان يكفي إنه يقول الحكاية دي. أم قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. كلمة جدل، الجدل هو الفتل. وأنت حين تفتل شيئا بتجيب شوية شعر كده كده وتعمل إيه منهم إيه؟ حبل تفتله. بتفتله ليه؟ علشان تقوي، لأنه بيبقى هش كده لما تجيبها فصل كده هشة، تقوم تعمل إيه؟ تفتله. تفتله عشان إيه؟ تخليه إيه؟ ولذلك بيقول لك بنجدله. مش كده بيقولوا؟ بنجدل علشان تديله إيه؟ هو. كذلك شأن الخصمين. كل واحد يريد ان يقوي حجته فيحاول جاهدا ان يقويها بما يشاء من الاساليب الفصاحة، من اساليب اللي العقل. فقال له لا تجادل عن الذين يختانون، يعني لا تقوي ايه مركزا، عن الذين يختانون انفسهم. القرآن حينما يعدلوا عن يخونون انفسهم الى يختانون انفسهم، لان في لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانتكم. لان الخيانة انك تريد ان تأخذ غير حق فتخون الغير. معقول جدا انك تخون غير، انما تخون نفسك دي عملية عايزة بقى افتعال كبير قوي. لان الانسان بيخون الغير عشان مصلحة مين؟ ما يخونش نفسه بقى. طب ده هو بيخون الغير عشان مين؟ عشان مصلحة. نقوم نقول له ما انت ما تاخدش المسألة بعاجل اثر الخيانة. الخيانة عايز تاخد منها حق كده. انت لما تعود تد لنفسك شهوة وعليها عقوبة تبقى انت خنت نفسك. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت أغفلت العقوبة على الشهوة، فدت للنفس بتاعتك شهوة عاجلة وبعدين تاخد عليها عقوبة آجلة، وشهوة عابرة وعقوبة باقية. يبقى أنت عملت إيه في نفسك؟ يبقى الذي يخون الناس إنما يخون لمصلحة نفسه. فإذا ما خان نفسه العملية دي تبقى سهلة ولا عايزة افتعال؟ عايزة افتعال. يبقى قال اقتانا، لأن فيه ايه؟
في عملية علاجية، لانك لما تكون الغير عشان مصلحة نفسك ده معقولة، انما تيجي تكون نفسك ايه ده العبط بقى. ولا تجادل عن الذين يختانون ايه، يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. لا يحب من كان خوانا، ده الآية الأولانية ما جابتش الايه خوانين، جابت خائنين. هنا جايب مين؟ خوان. واحنا قلنا فيه فرق بين خائن وخوان، لأن خائن تصدر منه الخيانة ايه مرة واحدة، او ودكة بتصدر منه ايه مرارا، يبقى خوان. او الخائن بتصدر منه خيانة في امر بسيط، والخوان تصدر منه خيانة في امر ايه. اذا مرة المبالغة تأتي ايه في تكرير الفعل، وتأتي مرة اخرى في ايه في تضخيم الفعل. احنا قلنا لما نقول فلان اكل ولا اكال، دي مبالغة في اكل، هو اكل، انما انت تقول لا ده اكل. طب اكل يعني بيعمل ايه؟ انت بتاكل 3 مرات في اليوم، هو بياكل 10، يبقى المبالغة جاءت في تكرير الايه العملية. مصح انه بياكل طاقة واحدة، انما بس بدل ما ياكل في الطاقة رغيف ولا اثنين، بياكل 4 ولا 5، يبقى المبالغة جاية في نفس الايه الحدث. يبقى مرة تأتي المبالغة في تكرير الحدث، ومرة تأتي المبالغة في ايه في تضخيم الايه في تضخيم الحدث. طب خوان يعني ايه؟ ان الله لا يحب من كان خوانا. من لطف الله قال ما قالش انه خائن، لان فيه يمكن تيجي مرة عابرة او حاجة خفيفة كده، فما اخرجوش عن دائرة الحب الا اذا اخذ الخيانة ايه طبعا وعادة وحرفة. إن الله لا يحب من كان خوانا خوانا أثيما. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءت له امرأة أخذ ولدها بسرقة، وعمر أراد أن يقطع يده الحد، فجاءت أمه تبكي وقالت يا أمير المؤمنين والله ما فعل هذا إلا هذه المرة. قال كذبتي، والله ما كان الله ليأخذ عبدا لأول مرة. مش ممكن. ولذلك يقولون إذا عرفت في رجل سيئة وانكشفت لك كده فاعلم أن لها أخوات. مش ممكن أول سيئة ربنا يفضحها، مش ممكن أبدا. واحدة ويمكن اثنين ويمكن ثلاثة. فسيدنا عمر قال لها كذبتي، ما كان الله ليأخذ لأول مرة. وقالوا اذا رأيت من رجل سيئة فاعلم، مدام رأيتها وشفتها فاعلم ان لها ايه اخوات. يعني ما تقولش انك انت شفتها كده، ان الله يحب ان يستر. فسترها مرة وسترها مرة وبعدين بوخ، فقلنا له بقى يلا تعالى. ان الله لا يحب من كان ايه خوانا اثيما. والاسم افظع المعاصي. القوم الذين ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن ابيرق في ان هو يحكم له ضد اليهود، صنعوا هذا لماذا؟ لانهم استحوا ان يفضح امر مسلم ويبرئ اليهودي ويدان المسلم، كأن مسألة استحياء أن تحدث هذه. فعالج القرآن هذه القضية علشان يجيب الحيثية التي دعتهم أن يفعلوا ويقضي على الحيثية من أثر. قال يستخفون من الناس، هم يطلبون البراءة أمام الناس إن طعم ما عملش، ولكن هل الناس يملكون له ما يملك الله منه؟ الله أحق بأن إيه؟ فإذا كنتم هتعملوا وتعموا على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. دي قضية يجب أن تحكم حركة المؤمن.
افرض ان ابنه عمل حاجه، او واحد منسوب اليه عمل حاجه، او واحد من جماعته عمل حاجه، او واحد من حزبه عمل حاجه، اياك ان يقول انا لو فعلت ذلك لفضحت نفسي، او فضحت ولدي، او فضحت اسرتي، او فضحت حزبي، او فضحت جماعتي، فانا استرها عليه. يقول له انت استخفت منين؟ من النفس. ولم تستخفي يبقى انت غير مامون على ولايه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. كلمة المعية دي تريد ان تجعل من الانسان عيون يخضع علشان يعرف انه ان الناس يمكن ان يستتر عنه، انما الحق سبحانه وتعالى مش ممكن تستتر عنه. ليه؟ لانه هو ايه؟ هو معهم في الخلوة والجلوة، معهم في السر، معهم في العلن. يبقى اذا انت بتستخفي من الناس على فهم، ان عملت دي مش هتقدر على ايه؟ على ربنا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيت البيت يبقى ليلا دائما، ولان الناس كانوا يلجأوا الى بيوتهم بالليل، فمعنى يبيت يعني يعمل في البيت، وفي البيت يعني ايه؟ يعني يبقى بالليل. يبقى اذا كل تدبير بخفاء اسمه ايه؟ تبيت. كل تدبير ولو كان في وضح النهار، يبقى كل تدبير بخفاء يقال له ايه؟ تبيت. وهو معهم اذ يبيتون. والانسان لا يبيت في خفاء الا رغبة منه في ان ينفذ عنه عيون الرائين. نقول له انت تنفذ العيون التي مثلك، المادية اللي مثلك، انما العيون الازلية ما تقدرش عليها، ما تقدرش تنفذها. وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.